ازيك يا اسطى، عامل ايه؟ فيديو النهارده هيكون سريع كده، هنحاول نتكلم فيه عن ازاي ترسم بالذكاء الصناعي. طبعا في الفتره الاخيره دي عدنا بنشوف على الجروبات على الفيسبوك او حتى على الفيديوهات ان حد نزل بوست ان هو انا طلبت من الذكاء الصناعي ان هو يرسم لي كذا وكذا وكذا. فالنهارده انا جاي اقول لك بالطريقه بتاعه الموبايل، ولو عايزين كمان نعمل طريقه للبي سي فقولوا لي تحت في الكومنتات، هي تختلف شويه عن الطريقه بتاعه الموبايل، فلو عايزين قولوا لي وانا ان شاء الله اعمل الفيديو بتاعه. فالمهم خلينا الوقت نشوف مجموعه الصور دي. الرسمه بتاعتي هو بيقول لي ويتنج تو ستارت، تمام كده بدا فيها وهي لحد دلوقتي 18%، وخلينا بقى مستنينا اما يخلص خالص ويبقى لحد 100%. وهو بيخلص تعالى اما نشوف شويه صور كام الناس طالبهم. لا انا سايب الصوره دي عندي، مش عارف دي عين دي ولا ايه، دي عين ضربه منه. لو عايز تسيب الصوره هتدخل عليها وتدوس على علامه السيف اللي فوق هنا دي، تمام كده هي بتنزل عندي اهو. تعالى اما نشوف بقى الرسمه اللي احنا طالبينها، 93%. خلصت هتنزل تحت وهتلاقيها عندك. اه هي حلو. انا عايز احفظ الصور دي كالاربع صور سوا، تمام؟ هقوم دايس هنا وكده حفظته. افرض انا بقى واحد مش عاجبني اي من التصميمات الاربعة دول، هقوم دايس هنا على العلامة دي وهيجيب لي اربع تصميمات جديدة. طب افرض بقى انا عاجبني اي تصميم منهم، يعني مثلا انت عندك لحد يو 4، انت عاجبك تصميم اول واحده بس عايز يجي لك الصوره الواحده، فتدوس على اليو 1. استنى شويه هيكون هو بيعملها لك لوحدها، هيعملها تاني من اول وجديد هتطبع لك لوحدها. الحاجات دي يا جدعان، اه بس الراجل ده فاجر. شايفين الريزولوشن هنا يا جدعان عامل ازاي؟ حاجه فخمه. شوف هو انا خلصت الرسمه اللي انا طالبها، عايز بقى تحفظها تدوس على سيفين وبس كده يا معلم. ده كان فيديو النهارده سريعا كده، حبينا نعمل فيديو اعرفك فيه ازاي ترسم بالذكاء الصناعي. فما تنسانيش بقى من شير لايك وسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.